سفياني الجرحى محمد تعز. أولا اللي نحب أن نقوله أن نرجو الناس الوفاء والمندوبين الذين ذهبوا مع الجرحى الذين سافروا من قبل أول أمس للقاهرة أن يهتموا بهم، يعني ألا يلقوا كما لقينا نحن في القاهرة. أنا سافرت قبل حوالي 6 شهور طبعا، من هنا سافرت على القاهرة، وطبعا سافر على حسابي الخاص بدون أي تنسيق. بعد جلوسنا بالفندق احنا وعدد من الجرحى الزملاء في الساحة واعتصامنا في الساحة، ولكن اضطرينا إلى السفر إلى حسابنا الخاص. ف يعني قدرت أن أدبر لي مبلغ وسافر إلى القاهرة، فوصلت هناك بدون علم أنه هناك يوجد لجنة مكلفة من صخر الوجيه وزير المالية، وكان هناك لجنة مكلفة من صخر الوجيه بمعالجة الجرحى في القاهرة، يعني مرسولين الذي يرسلوهم هنا عن طريقة الإخوان، يرسلوا جرحى عن طريقهم إلى القاهرة. فأنا ذهبت دون أن أعلم بهذه اللجنة، ولكن دلونا حصلت إلى الجرحى، دلونا أنه هناك لجنة مكلفة من صخر الوجيه لمعالجة الجرحى في القاهرة. اللجنة هذه بعد يومين من ذهب إلى هنا، فأردت عليهم كيف أجيت ومن جابك، فقلت لهم أنا جيت من نفسي، جيت على حسابي الخاص وأنا جريح من تعز، وقلت لهم الأولويات والملف والاستمارة كل حاجة كان موجودة معي. فقالوا سنحاول ان نفعل معك حل، لكن جيت متاخر. ما انا اصلا مش عارف انه هناك في لجنه، يعني في جرحى الان موجودين. قلت لهم زملائي جرحى مليان معتصمين نشتكي له، ولا عندنا اي خبر على اللجنه هذه الموجوده. ونشوف الناس الذين يجون الى هناك مرسلين من اشخاص ما يعني من الاخوان ومن ناس معروفين، ليس من الجرحى الذين لا يوجد معهم وساطة، يعني حصلت الناس كلهم يجوا عن طريق ناس. فقالوا لي خلاص انتظر، فكانوا يودونا إلى دكاترة علشان يشوفوا النسبة أقل. الدكاترة يعني أروح لعند دكتور، قالوا لا هذا الدكتور يعني تكلفته عند العلاج يكون دكتور استشاري تكلفته كبير. ضموك هناك يعني هنا؟ أيوة، على أساس إنه بيدفعوا لي مبلغ جزء، يعني مش المبلغ كامل، لأن أنا جيت يعني بدون مرسل يعني. فقمت اتصلت بمؤسسة وفاء مطهر المختار، اتصلت له قلت له هنا لجنة وكذا نحاول اتواصل معهم، قالوا ما لناش علاقة. طيب كيف بتفعلون؟ أنا ما معي مبلغ كذا كذا، يعني والعملية حقي مكلف ناقصنا عليها $3,000. قالوا ايش نسوي لك، يعني ايش ما نقدرش نفعل لك اي حاجة مؤسسة وفاء. اتصلت بالدكتور صادق الشجاع نفس الكلام، اتصلت يعني بعدة شخصيات الذين هم معروفين في الساحة وبالمستشفى الميداني، لما حصل تجاوب من أي شخص منهم، فجبت قالوا لي خلاص جيب روح عند دكتور، رحت عند دكتور تجميل يعني مش حتى أخصائي أعصاب، عن طريق اللجنة أرسلنا الدكتور خالد السامي، فجبت له التكاليف بالعملية والعلاج بحدود $5,500. فقام قال لي احنا المبلغ المتواجد يمكن بحدود $2,000 اللي بقدر نصرف لك هي، ومش عارف اني بتواجد المبلغ هذا كامل او لا. يعني حاولوا يصرفوا لي جزء يعني ولا ثلث ايش ولا ربع، الربع يعني من الذي خسرته. وانا خسرت بحدود $4,500، يعني بحدود $950,000 الذي من حسابي الخاص تعالي. نقصت علي الفلوس، جلست منتظر هناك، قالوا خلص الفلوس الذي صرفها وزير المالية خلصت. فكنت انتظر اشوف ناس يصلون يعني من غيري، في ناس يصلون جرحى من هنا يصرفوا لهم مبالغ كاملة. ليش انا كان يعني حاولوا انه لما رحت عندهم وحاولت ان انا ارفس بعدهم يعني واصل واتصالات وباب الباب ويا منعا وهذا، يعني اشغلتهم شغلة يعني لازم اتعالج. فكانوا يحاولوا انه ايش يفعلوا جزء بسيط، قالوا لي اللي ما نقدر ما احناش قادرين، المبلغ ده خلص. وناس يصلون نفس الكلام صرفوا لهم المبالغ كامله. انا اعرف ناس انهم وصلوا تعالجوا ورسلوا من هنا عن طريق المستشفى الميداني وعن طريق جمعيات تبع الاصلاح تعالجوا هناك،
كان ساكن بينهم بنفس المكان، وسافرت لهم من النحويت بنفس المكان قريح، تعالج ب$6,000 او ب$7,000، وبنفس بعد العلاج صرفوا له المبلغ صرفوا له كامل، صرفوا له $4,500 وروح مستفيد، روح حوالي معه $5,000 الذي استفادها زيت، وغير العمليه وغير العلاج، لانه سافر من هناك عن طريق ناس تعالج لحسابهم، زادوا هناك اللجنه صرفوا له مبالغ وروح مستفيد من الجهتين. فانا يعني جلست تقريبا ما يقارب 29 يوم، فاضطريت يعني خلاص استسلمت للامر الواقع، حتى انه في النهايه كنت احاول ان اتواصل معهم وكذا، يعني احيانا يجاوبوا على الارقام واحيانا ما يرضوش يجاوبوا، وفي النهايه قالوا خلاص الان القرحة خلصوا بيروحوا والشقه بنسلمها، يعني ضروري نشوف حل. فاضطريت ان انا ارجع بدون اي فائده بدون اي علاج، ورجعت لهنا واعرضت التكاليف حقي، طبعا جبت التكاليف اخذوها هناك مني، لانهم كانوا صرفوا جزء مبلغ، يعني مبلغ بسيط، يعني الذي هو فعلت من المبلغ هذا الذي قابلوه اللجنه هنا، فعلت منه جهاز تخطيط اعصاب عند دكتور، ومواصلات عندي يعني فحوصات اوليه للعمليه. فقالوا بالنسبه لباقه المبلغ احنا مش قادرين ندفع لك اي حاجه، الا الدكتور خالد السامعي اللي هم رئيس اللجنه المكلفه، ومع الاعضاء الدكتور عبد الرحيم والدكتور صلاح الشوكاني، قالوا يعني في معك دعمها وبيدعموك من اليمن، بيرسلوا لك الفلوس وكذا، شوف اذا هم بيدعموك. حاولت ان انا اتواصل مع مؤسسه وفاه، تواصلت مع الدكتور صادق الشوكاني، تواصلت مع عده ناس، على اساس انهم وفونا بقيه العلاج ورسوم العمليه، اسوي العمليه. فلا حول ولا قوه، ولا فيش اي استجابه من اي مؤسسه او اي انسان، فاضطريت ان انا ارجع بدون علاج من القاهره. ونتمنى من الاخوان اللجنه المكلفه مع الجرحى الان ان يهتموا بهم، لانهم بصراحه ما نشهمش يعاملوهم معامله نفس الذي حصلناها، او بمعامله انهم ودوهم مستشفيات او دكاتره يكون غير متخصصين، لانه الان انا لو عرضوا علي مثلا اسافر القاهره، انا بسافر بس لا يمكن انا، لانه اروح الدكتور الذي الاستشاري، الدكتور الذي قادر يعالجك صح، حتى ولو هو بمبالغ زياده، مش قصه الفلوس، حتى لو تدفع فلوس زياده، نفس اللجان الان استخدموها، نفس اللجان والبعثات الطبيه التي يجيبوها اليمن، يجيبوا الان بعثات، كانوا يجيبوا بعثات طبيه، ناس تشوفهم بالخارج الدكاتره ذوم اللي يجوا لهنا لعندنا، على اساس انهم بعثات طبيه ودكاتره على مستوى، طبعا هم خريجين جامعات ويجيبوهم بتكاليف رخيصه، يدفعوا لهم مبالغ بسيطه علشان يوفروا تكاليف سفر، يدفعوا زي ما تقول عندنا طلاب يطبقوا هذا، يكونوا طلاب يدرسوا في الجامعه يطبقوا، يدوهم هنا بعثه طبيه. وهناك نفس الكلام، يعني الدكتور الاستشاري والدكاتره الذي قادر ان يعالجك ما يودوكش عنده خالص في القاهره، يودوك عند الدكاتره الذي يكون دكتور وليس استشاري، يعني تكاليف عنده اقل، على اساس ان يوفروا مبالغ تكون نسبه تكلفه العلاج يعني نسبه قليل. فاتمنى انهم الا يهموا الكم ويهموا العلاج، اتمنى ان من اللجنه هذه المكلفه لا يهموا الفلوس ويهتموا بعلاج الجرحى، وهذا ما اريد ان اقوله، وشكرا. اكتب الكلام هذا التوافق.